بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الفيديو هذا إن شاء الله باش نوريكم يعني كيفاش نجم تستي المروحة نتاع الميغان، هل ترى الانديكاتور نتاع المروحة أو يسموه المانو أو الريستونس نتاع المروحة تخدم صالحة ولا كيفاش نعرفها، كيفاش نجرب تو باش نوريكم كيفاش. أو هيك تو نحي الحاجات اللي باش نوريكم بها. مثلا أول شيء تخدم الكهرباء، خدم الكهرباء عليه. أول شيء نخدم الكهرباء، وبعد تالي نجيو عندنا المانو نتاع السخانة اللي هو تحت البومبا فيد من اللوطة، فيه خيط، الخيط هذاك استنى ساعة، قبل ما نحوه تكون المروحة متحركة، تكون المروحة متحركة. توا هيك نحي الخيط، نحي الخيط هذاك. كي نحي الخيط إذا كان الصوت ثبت عليها المروحة تحركة، المروحة تحركة، عاود نرجع الخيط هذاك. ما راح نتاع الفونتيلاتير او مانو فونتيلاتير او كابتور دي فونتيلاتير كيما كيف كل واحد كيسميه، اللي هي هذه معناتها لابس عليها توا صالحه. مادام المروحه نحو المانو المروحه تخدم معناتها هي صالحه لابس عليها. توا باش نوريكم كيفاش نركب واحده مش صالحه، باش نوريكم كيفاش تصير. هات نحي هذيك هيك كيفاش نحانا هي. نحي الخيط قبل، نحي الفيش قبل، نحي الفيش قبل. استنى خلينا ندور شويه بالبلديز برا. نعم نحي الفيشه، ثم كيلا جراف، تبدا كيلا جراف تدزها بصبعك او بظفرك، موجود هاي الحال. شوف الوان تو شوف هاي هذه تو ريزيستونس لابس عليها، تخدم لابس عليها نحو المانو تخدم هي تو. تو بتحط واحدة أخرى ماهيش مش لابس عليها فاسده هنا. ما تو باش نزيد نوضح لكم اكثر اللي هما الاغراف، هما كاعتين اغرافيتهم. تنزع عليهم نوطه الزوز، تنزع عليهم نوطه الزوز باش نجم تنحي الريسونس هذه اللي هي باش تبدلها انت او باش تشوفها شو تعملها. تو باش نركبوا كعبه اللي هي ما تصلحش من غير ما نحطوها، كان نحطوها في الخيط بركه. حاطين الصوص في مكانها، خدم يا علي. تو تشوف فيها المروحه قاعده واقفه دي ماري. نحي كارت، نحي كارت، خدم اي تو هو هيك بنحل بنحل المنوط، نحن المنو، نحن المنو، ما راح قاعدة ما تحركتش، نحن المنو ما راح قاعدة ما تحركتش، هات الخيط ظهر برا هيك، تأكد الناس اللي احنا مش قاعدين، قاعدين الخيط النحي، بيش هذيك النحي، معناتها خليها هكاك النحي هيك، خليها هكاك، خليها خليها نحي ما تركبهاش، خليها محطوطة، خليها محطوطة، نحي ما تحطهاش. نجيو هنا للمروحة ونجيو للقطعة، نرجعوا لها القطعة نتاعها اللي هي الأولى، هاي القطعة نتاعها، جيبها القطعة نتاعها، نرجعوا القطعة نتاعها، هنا تشوف فيها المروحة ما تخدمش. هنا نحو الواحد نتاعنا هذيا، ونرجعوا لها قطعتها اللي هي كانت لابس عليها. نشوف هنا، شفتوها هنا، ثم حط الواحدة، المروحة خدمت ديرك. أو ترجعوها لمكانها، تخرج فيها جبدان يعني كي السكة، تخرج مكانها ترجع مكانها ثم اللامات الزوج يخرج ويقعد عادي، نركب لها الخيط نتاعها. وهنا نشوف المروحة، نركب لها الخيط نتاعها، المروحة
الكهرباء باش يرجع هيك المكان. نرجع في المكان تحطوها مرة حتى تخدم. هذه هذه العملية اللي هي وكون باش تسقي يعني الريستورت نتاع المروحة أو يسموها هي يسموها المانو نتاع المروحة أو باش تسقي بها المانو نتاع المروحة أو يسموها ولا الريستورت ولا رجل يعني ما عادش بالضبط يعني اسمها مش حافظه بالضبط. كما قلنا نحي المانو اللي راكب في نحي الخيط اللي راكب في المانو نتاع السخانه الفيشه اللي راكب في المانو نتاع السخانه وكي نحيه والكهرباء تخدم لازم المروحه تخدم. كان نحيته والكهرباء تخدم والمروحه ما خدمش معناتها عندك القطعه هذه غير صالحه اللي هي الريستانس نتاعنا. ان شاء الله يفيدكم الموضوع هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.